قامت شركة يوبيسوفت بتسجيل الموقع princeofpersia6.com على الانترنت من فترة، وهذا يفتح باب التساؤلات، هل الشركة راح ترجع لنا بهذه السلسلة من جديد؟ Prince of Persia هي واحدة من السلاسل اللي لها ألعاب مميزة ومختلفة، وأبرزها هي جزء Sands of Time اللي له ذكريات خاصة لنا، وهذه معلومة ممكن ما تعرفونها، وهو مخرج Sands of Time هو نفسه مبتكر سلسلة Assassin's Creed. مضى وقت طويل مرة من سمعنا أي معلومات تخص لعبة Elden Ring، وهي المشروع القادم من فريق التطوير From Software ونشر شركة بانداي نامكو. اللعبة كشف عنها في مؤتمر مايكروسوفت الصحفي لمعرض E3 الماضي. موضح مدير الاتصالات في From Software أن الفريق راح يكمل عملية تطوير اللعبة عن طريق عملهم في بيوتهم. وهذا يفتح باب التوقعات لأن اللعبة هي واحدة من الألعاب اللي راح يتم تسويقها مع الإكس بوكس مثل لعبة Assassin's Creed الجديدة. وطلع كلام عن احتمالية استعراض اللعبة في حلقة Inside Xbox الجديدة المقرر عرضها بتاريخ 7 مايو الحالي. استديوهات ديدالك إنترتينمنت تعمل على لعبة أكشن مقتبسة من روايات The Lord of the Rings بعنوان غولم، وهذه اللعبة بتصدر حصريا على أجهزة البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريس إكس والحاسب الشخصي. فريق التطوير لأول مرة نشر صور اللعبة، فتوقعوا نشوف صور وعروض أكثر هذا الشهر لأنه بيكون فيه كشف عن المشاريع المخصصة لأجهزة الجيل الجديد من شركات الطرف الثالث. هيلو إنفنت هي أهم ألعاب شركة مايكروسوفت القادمة، وهي مخطط لها بأن تصدر بنفس يوم إطلاق جهاز مايكروسوفت الجديد الإكس بوكس سيريس إكس. على حسب كلام المسربين فإن عملية تطوير اللعبة ما كانت سهلة، بحيث ذكروا أن اللعبة أعادوا تطويرها في 2018، وهذا التسريب يطابق الكلام اللي صار أن المخرج الإبداعي للعبة ترك الفريق العمل في 2018. شركة إلكترونيك آرتس تعلن عن موعد حدثها السنوي EA Play اللي كان يسبق معرض E3، لكن بما أن معرض E3 هذه السنة انلغى فراح يكون حدث EA بشكل رقمي. موعد الحدث 11 يونيو القادم، وراح يشهد كشف عن ألعاب جديدة للمرة الأولى، وطبعا مثل العادة راح نشوف فيفا وباقي ألعاب الشركة الرياضية. هذا غير الألعاب اللي بتصدر هذا السنة وممكن بعض المشاريع المستقبلية.